باهي أصدقائي، بعد ما تعرفنا على ال ال التايب الأخراني اللي هو البول، اللي هو البوليان، باش تعرفوا على الكاستينج اللي أخذينا منه لمحة ما فات. الكاستينج اللي هو هذا، كيفاش باش نعملوا كونفيرت. باهي، خلينا نجي ناخذوا أمثلة. باهي، مثلا عندنا ثلاثة، باش نعملوا ثلاثة فاريابل. باهي، إكس مثلا فيها 12، باش تعرفوا توا على الكاستينج. باهي، خلينا نقوم بحذفوا هذا الكل، الكومنت هذا الكل، ولا خليه مش مشكلة، باش تعرفوا على الكاستينج. شنو معناها الكاستينج؟ الكاستينج هي عبارة على كيما الكونفيرت. باهي، خلينا نشوفوا مع بعضنا. واي مثلا ايكوال، مثلا ناخذ رقم آخر، شبين نشدهم على 12، 5.3، والزد نحطه فيها مثلا 5.4. باهي، نجيو نعملو برنت، نحبو نطبعو هذوكم الثلاثة. باهي، الإكس وبرنت للواي وبرنت للزد، هكا ولا كنترول اس، ونجي نشغلو مع بعض. باهي، كيما تشوفوا عطانا 12، 5.3، 45، هكا ولا عطانا تبع. باهي، هذا التايب نتاعها كيما تشوفوا انت، وهذا التابع التايب نتاعها كيما تشوفوا اللي هو فلوت، والتايب نتاع هذه 45 كيما تشوفوا سترينج، يعني هي سترينج انت تشوفها انت، لكن هي سترينج كيما تشوفوا دبل كوتس. او نحنا نقوموا بطبع لهنا، نعملوا التايب باش نحبوا نشوفوا التايب نتاعها شنو هي. واضح، باش سهلوها علينا. تايب، وهكا نغلقوا البارونتيز ونعاودوا نشغلوا كيما تشوفوا انت 12 هذيك انت، والتايب هذي فلوت. استنى زين، نعملو كومال هنا، خلي يتبع لنا الفاريابل هذاك الواي زد باش يتبعونا قدامنا. واضح، يعني نتبعو التايب ونتبعو قدامه كيما تشوفوا. الاولاني 12 هذاك التايب بتاعو انت، وهاوكا الفاليو هو اكس 12، والفلوت الثاني الواي فلوت 5.3، والثالث اس تي ار 45. باهي، كان جيبنا هنا ونعملو كاستينج اللي كنت تعرفوا عليها، اللي هي انت هذيا نحبوا نعملوا لها هكا. الفاريابل هذايا زد، زد هذا اللي نشوف فيه قدامنا، زد هذايا عملنا له انت، يعني هو شنو من داخل؟ هو سترينج هكا ولا انو دبل كوتس، ولا كوت واحده كيف كيف، كوتس واحده بركه، ولا سينجل كوتس، ولا سينجل دبل كوتس. هو سترينج هكا ولا، وكما تشوفوا عطينا هنا سترينج، لكن ضفنا له لهنا انت. زعما كي نضيفوا له انت شنو باش يصير؟ نشغلوا مع بعضنا ونشوفوا شنو باش يعطينا. ايوه، تو هو سترينج، شوف اش عطانا، عطانا لهنا انت. يعني شنو هو الانت هذا؟ يعني عباره تعمل في كونفيرت، تعمل في كونفيرت. مثلا الواي هذه كيف كيف نحبوا نعملوا لها انت، تو 5.3 هكا ولا 5.3، هذيك عدد عشري هكا ولا عدد عشري، ما دام عدد عشري واحنا عملنا لها انت، انت هذه تقبل كان عدد صحيح. زعما شنو باش يصير؟ خلينا نشوفوا مع بعضنا، نشغلوها. ايوه، جانا لهنا والرد هنا انت، هذيك الانت اللبنانيه من قبل هي انت دوز، هذه 12. ديما نقوم ما نحبش نتكلم باللغه الفرنسيه، وديما نتكلم باللغه الفرنسيه خاطر بحكم الدول العربيه ما تفهمش بالفرنسي. باهي، هذه اللبنانيه تنحطها كومنت يا سيدي، نحطها كومنت، ما نحبوش نشغلوها. مش عطينا خطا، خط الاكس هذا ما تعرفش عليه، مش عطينا خطا لهنا، كيف كيف نحطها كومنت هذه زاد. باهي، كيما تشوف انت لهنا عطانا 5 كهو، ما عطاناش 5.3. علاه؟ على خاطر الانت هذه ما تقبلش الارقام العشريه. جا لهنا قدا كان الرقم 5 كهو، يعني هو حاجته برقم صحيح كهو. واضح، انت هذه خدا رقم صحيح كهو، واضح اللي هو 5. كيف كيف بالنسبه لهذه سترينج 45 خذاها لنا، ردها لنا انتجر. واضح، كان تحبوا تتاكدوا اللي هي ولات انتجر، كان نجيو لهنا ونقولوا زد مثلا، تحبوا نعملوا جمع ما بين الزد مثلا. باهي، خلينا نحطوا هذوما دبل، هذوما نحطها في كومنت باش ما عادش تعرفنا على الكومنت شنو هي، انا ما تتنفذش. تحبوا نعملوا برنت للواي بلاس زد، ويشوفوا مع بعضنا اش يعطينا. عطانا 50، عطانا 50. علاش عطانا 50؟ خاطر جمع 45، 45 جمعها مع 5، الثلاثة ذي ما حسبهاش لينا. كان نجيو نحيو الانت هذيا، نقوم بحذفها ونجي نشغلو باش يعطينا 50.3، حسبها الثلاثة ذيك. لكن احنا مادام عملنا انت لهنا باش ياخد 5 كهو، يعني عبارة على كونفيرت. هذا بالنسبة للانت. باهي،
نرجعوا ليكزامبل نتاعنا ونحبوا نغيروا توا. عندنا هذيك لوز، هذه انت، نغيروها باه نحو الكومنت هذوما الثلاثة. هاي نجي نشغلوا مع بعضنا، رجعنا الكود كما كان قبل، انت هذيك دوز 12 وهذه فلوت 5.3 واستيار 45، واضح باه. اجينا هنا نعملوا فلوت تو، فلوت ال 12، 12 احنا هي انت هكا ولا نشوف فيها انت قدامنا انتجر هكا ولا ساعات نقول انتجر ولا انتجر، كيف كيف بالانتجر بالفرنسي وانتجر باللونجلي بالانجلش، باه كيف كيف نحبوا نعملوا فلوت لهذه. هي طبعا الثانية فلوت، هي الثانية في حد ذاتها باي ديفولت فلوت كما تشوفوا 5.3 فلوت ديجا، احنا زدناها فلوت. باه ايش نعملوا ران ونشوفوا مع بعضنا كما تشوفوا الانت هذا كيفاش ولا، كي عملنا له فلوت اصبح 12.0. علاش؟ خاطر رديناه اصبح رقم 10، ضاف له نقطة صفر. كيف كيف هذا باي ديفولت هو اصلا هو اصله فلوت وضفنا له كلمة فلوت، يعني ما فما حتى تأثير في هذا، باي ديفولت هو فلوت اخذ فلوت. الثالثة 45 هي سترينج هكا ولا كيما تشوفوا دبل كوتس، كي جينا لهنا عملنا لها فلوت شوالات ولات 45.0، واضح. كيف كيف مع الاستير، كيف كيف مع الاستير، اس تي ار، اس تي ار انو باش يعمل لها كونفيرت لشنو، لسترينج. هيجا نشوفوا مع بعضنا ونشغلوا. طبعا باش تشوفها انت عباره على نصوص، انت باش تشوفها عباره على ارقام هكاك، لكن هي هذيك مش ارقام، هذيك عباره على نصوص. وباش تتاكد اللي هي عباره على نصوص كان تجي لهنا تعمل برنت اكس بلس واي تو تفهم اللي هي عباره على نصوص. وشوف كيفاش باش تكون النتج، ايوه شوف اش عملنا، 12 لصقها في 5.3، واضح. عملنا اكس بلس واي، زيد نعملوها بلس زد، شوفوا شنو باش يصير، باش تزيد لصق فيها 45. نشغلو كيما تشوفوا 12 5.3 45، هذاك باش تزيد تاكد اللي راهم هذوما الثلاثه عباره على سترينج. انت تشوف فيهم نمبر هكاكا لكن هما سترينج، هما سترينج، والدليل على انه شوف كيفاش لصقهم في بعضهم، واضح. كان نجيو نقوم بحذفهم هذوما الثلاثه هكا ونقوم بجمعهم، طبعا مش عطينا خطا عليه خاطر باش نقوم بجمع سترينج مع هذوما مع الاكس والواي، طبعا مش عطينا خطا. خلينا نشوفوا قدامنا كيما تشوفوا عطانا خطا لهنا، على قال لك ما تنجمش تعمل unsupported apparent types for plus نقطتين float and str، خاطرش نحبوا نجمعوا float مع الاستير، واضح. كنجي نقوم بحذف الزيادة هذه باش ما تقلقناش، كيما تشوفوا 12.5 بلس 5.3 اللي هي تجي 17.3. هذا شنو معناها كاستينغ، يعني عبارة باش نعملو convert الفاريبل هذاك، واضح. باش نعملو شنو هو convert الفاريبل هذاك، الفاريبل هذا انت احنا نحب نغيروه float، نضيفو له كلمة float ونحلو بارونتيز ونحط في وسطها الفاليو هذاك. كيف كيف هذا هو شنو هو float، نحب نردوه انت، نعملو له انت هكا يولي عبارة على انت. هذا شنو هو string، احنا نحبو نحطوه انت، نعملو هكا نحطوه انت، كنترول اس ونشغلو الكود نتاعنا كيما تشوفوا، ولا فلوت الاولاني اصبح فلوت، الثاني اصبح فلوت كيما تشوفوا، عطانا 5 ملي كانت 5.3. كيف كيف سترينج الثالث 45 هذايا ملي كانت سترينج ولات انت، وكما تشوفوا عطانا التايب تاع 45. وعمل لنا الجمع اللي هو شنو جمعنا هنا اكس بلس واي، اكس بلس واي اللي هي باش تكون 17. طبعا ما حسبش الفاصل 3، عفوا ما حسبش الفاصل 3، علاش؟ خاطر جينا لهنا وضعنا انت، اذا نقوم بحذفها انت ونطبعه باش يعطينا 17.3، واضح. لكن بحكم كي نقوموا ارجاع الانت باش يعطينا 17 اكاهو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، واذا عندك اي استفسار نجم تحطه في الكومنت. باهي لحظه قبل ما نقص الفيديو نحب نوريكم حاجه، باهي الاكس هذه والواي والزيت نجمو نعملو معناها في نفس السطر، يعني احنا شوفوا شنو عملنا، نعملو في ديك باهي هنقوم بحذفهم البارونتيز هذوما في نفس السطر، باهي نرجعو الدبل كوتس هذا عبارة على سترينج، باهي نجمو نكتبوهم هكا الفاريبلز نديكلاريو هكا تحت بعضهم، ولا نجمو نكتبوهم فرد السطر اللي هو كيفاه فرد السطر، نجيب لهنا واي ولهنا نكتبو زد ولهنا 5.3 ولهنا
اللي هي سترينج شنو هي 45 فرد ستار هكا بالضبط في نفس الستار. يعني الاكس هذه باش تكون 12، الواي هذه باش تكون 5.3، الفاصل هي نقطة، هي خاطر بحكم احنا نقولوا فاصل فاصلة فهمتني، اللي هي نقطة لهنا في البايثون واضح، والزاد هي 45 نفس هي بيدها. كان نجيو نشغلوا مع بعضنا كما تشوفوا نفسه بيدو يشتغل واضح، يعني تنجم تعمل لهم ديكلاريشن في نفس الستار ولا كل واحد في ستار وحده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، واذا عجبك الفيديو تنجم تعمل كومنت معناها تشكرنا فيه وكل شيء وتدعمنا ان نصوروا اكثر فيديوهات. اذا عندك اي استفسار تنجم تحطه في الكومنت ونجاوبك في اقرب وقت، ونتقابلوا في الفيديو القادم. يلا الى اللقاء.